حضرات السيدة السادة، إن تحالفنا الحكومي تحالف طبيعي وديمقراطي، أفرزته مخرجات العمليات الانتخابية للثامن من شطنبر الماضي، والتي بوأت الأحزاب الثلاثة مركز الصدارة من أجل تدبير الشأن العمومي والمساهمة في تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى وراء القيادة السديدة لجلالة الملك نصره الله. وهو أيضا تحالف من أجل تحقيق انتظارات المواطنين والمواطنات في العيش الكريم ومواجهة التحديات الصحية الاقتصادية الاجتماعية والتنمية التي خلفتها ولا زالت تخلفها كوفيد، جائحة كوفيد 19. وبدون شك فإن تكامل القدرات والأدوار بين مكونات التحالف الحكومي والتي تتوفر فيه كل عوامل النجاح وصناعة التغيير المنشود تحت القيادة الملكية سيضاعف من منسوب النتائج الإيجابية لهذه الحكومة.